الإفادة، الخبر بالمختصر المفيد. السلام عليكم، حسن نقاش رئيس جمعية دلتا للتنمية الثقافية والاجتماعية والسكنية بالهرهورة. نشأت عام 2019 ولحد الآن بقى في مشروع كبير في الهرهورة اللي هو الجرين بارادايس، الجنة الخضراء، لأنه كيحتوي على جوج عمارات من 27 شقة و 41 بنغالو في مزئين على جوج ديال المجموعات السكنية. لأن عندنا مكتب اللي هو كان قبل كان أعضاء استقلوا، أمين المال والنائب ديالو استقلوا عن طيب خاطرهم. من بعد في شهر 8 2022 درنا جمع عام واخترنا واحد جوج ديال الأعضاء باش يعوضوا الأعضاء اللي استقلوا، لأن القانون الأساسي ديال الجمعية اللي كينظمها تيقول لك بأن الرئيس المؤسس للجمعية هو عضو دائم العضوية إلى أن يستقل أو يتوفى. وبالتالي خدينا جوج ديال الأعضاء اللي هما جداد، أمين المال والنائب ديالو الكاتب العام. مع المدة حنا كنبنيو في المشروع، طلبت المحاسبة ديال الجمعية منذ نشأتها إلى اليوم، لأن المنخرطين باش يبقاو على 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 علم بجميع المداخل والمخارج ديال الجمعية، ومن حق الرئيس يدير يطلب تدقيق وفحص الحسابات. فعلا خدينا واحد المحاسبة معتمدة، أعطيناها الملف ديال المال الجمعية بجميع الوثائق ديالو. من بعد تفاجأت بأن أمين المال والنائب ديالو كيهاجموا المحاسبة المعتمدة في المحل ديالها وكيكتبوها بأنه ما تسلم حتى شي وثيقة، كل شيء يبقى عندها، وبالتالي ما تعطي الرئيس حتى شي وثيقة، مع العلم أن الرئيس سلم الوثائق بوثيقة إثباتية وعاودت رجعت له الوثائق بوثيقة إثباتية. إذن الوقت اللي تسلمت أنا المحاسبة، فحص المحاسبة كنلقى ناقصة واحد جوج مليون ديال الدرهم. هاد الجملة ديال الدرهم اللي هي عقدة ديال الكاتب العام، خدا منا واحد البنك رقم 6 اللي عطى نقدا المبلغ لأمين المال على مراحل، والعقدة هو وقع عليها بتصحيح إمضاء ديالو في المقاطعة. وبالتالي كتبت له رقيق محامي ديال المشروع، كتبت له واحد إنذار مباشر باش يسلمنا الحجة، وثائق توصيلات أو شيكات باش يسلم المبلغ نقدا الى الامين المال، مع العلم في الجمعيه ان المعامله نقدا ممنوعا منعا كليا. وبالتالي رفض يتسلم لا في المنزل ديالو ولا في العمل ديالو على طريق عون قضائي. فعندي المحاضر اللي كتبت بانه رفض يتسلم، بل هرب من الخدمه باش ما يتسلمش المحضر ديالو. المشكل بدا كيتطور، فقلت للمحاميه باش تشوف دير شكايه رسميه. فعلا دات شكايه رسميه على طريق الوكيل العام، ومشات المباشرة الشرطة القضائية ديال الرباط اللي الآن في إطار ديال الفحص، لأن عملوا معايا محضر تسمعوا الأقوال ديالي معايا محضر. بقات الأطراف الأخرى اللي هي في طور العمل. هذا بالنسبة لهذا المبلغ. هذا بالنسبة للبنكة ديال الهرهورة، كان واحد السيد هاد أمين المال والصديق ديالو وهاد الكاتب العام والنائب أمين المال، واحد المبلغ كان الشيك ديال 38 مليون 380 ألف درهم. فعلا تعطى لي داك الشيك، دوزتو للكونت الحساب ديال الجمعية. مع الأسف من بعد 4 أيام رجع، مشيت نتسلم المبلغ باش ندوزو فيرمون يعني تحويل، لقيت بأن المبلغ ما كاينش بدون رصيد. أنا مديرة البنكة سلمت لي التقرير باش نوقع عليه باش تسلم لي الشيك، واذا بتفاجات بهاد الاخوان هادو بثلاثه تهجموا على فوسط البنكه بالعنف والضرب فوسط البنكه، وقطعوا المحضر ديال التسليم، قطعوه بتاتا امام الكاميرات امام الملا. لا مدير البنكه دار حتى شي محاوله، ولا الاعوان اللي معاه دار شي محاوله، ولا الامن الخاص دار شي محاوله، بقاو كيتفرجوا فقط. مع العلم ان الزبون داخل البنك خصو يكون محمي، هاد الحمايه ما كايناش، وهاد المدير ما علمت لا دارك ما دار حتى شي حركه، كتفرج وصافي. فالناس تكرسوا عليا بالضرب والعنف وخرجوا خارج البنكه. جاو شي ناس ما كنعرفهم شي زمناء اللي بداو كيهدنوا الوضع، وتيقول ربما تحلوا المشكل حبي.
مع الأسف وعدوني بيجيبوا المبلغ مبلغ شيك في المبلغ اللي هو اللي كان بالشيك بدون رصيد. مع الأسف المبلغ ما تسلمتوش لدابا، فالتجأت المحامية باش نديروا شكاية لوكالة جهة الملك اللي فعلا دات على مشات للدرك الملكي للفرقة ديال الشرطة القضائية بالهورة مع العلم تسنطوا الأقوال ديالي، ولكن ما كانت شي متابعة لحد الآن. كنت فاجئ ما كانت شي متابعة لحد الآن منذ ما يزيد على 21 يوم لا من الأطراف ولا الآخرين، باقي كيدوروا عاديين ما كان حتى شي مشكل. هذا بعد منا وقع المشكل، حنا خصنا الشرطة القضائية تدي خدمتها حنا باش نعوضوا هاد الناس. درت لهم إقالة من الرئيس من الحق ديال القانون الأساسي ديال الجمعية، يدير إقالة للناس اللي كيشوشوا على الجمعية أو كيخلوا بالمهام ديالهم داخل الجمعية. فعلا درت لهم إقالة ديالهم ومشيت بدلت المقر الجمعية من هرهورة إلى التمارة، نظرا لأن مسؤول على 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 السلطة ما كيتجاوبش معنا، ما تيقبط من حتى شي مراسلة، كنكتب له على الطريق العون القضائي كيرفض. العون بالنسبة للجمع العام، الجمع العام اللي درنا في شهر 8 2022، ما عطانيش الوصل المؤقت، ما عطانيش الوصل النهائي، بل سلمهم الأمين المال لأنه عنده علاقة وطيدة مع أمين المال. مين قلت له أودي أنا والرئيس القانوني خصك تسلمني الوصل المؤقت النهائي، قال لي ديال المكتب الآخر قديم. قلت له ما كنتش مكتب قديم 2019، ما كنتش مكتب. إذن هذا الملف هذا الوصل المؤقت اللي سلمتي الأمين المال ديال شهر 8 2022، قال لي عندك تعرض. قلت له شنو التعرض؟ قال لي بأنه الكاتب العام كيتعرض ما عطيتيش الملف إداري. قلت له الملف إداري هو اللي وضعه عندك سعادة الباشا، ودان الملف إداري وقعتي عليه وبقى عنده ما عطاهليش، هو اللي سلمتي له الوصل المؤقت. دونك انا خارج اللعبه، ما فهمتش علاش انا الرئيس المباشر والقانوني والفعلي للجمعيه والمسؤول على الجمعيه. بعد ما حولت المقر للتماره عقدت الجمع العام فعلا في الوقت المحدد، وخبرت السيد الباشا ديال التماره، عطيتو اخبار مع قرار تغيير العنوان ديال المقر، لان وقف تماره تحت اشراف في النفوذ ديال السيد الباشا ديال التماره. مع العلم في نهار الجمعة العام تمنعت من القاعة الجمعة العام، منعوني. كان الشيخ ديال الهرهورة حاضر في تمارة مع الأسف، ما عرفش علاش، وهو اللي كيدير معاينة، وكان معايا عون قضائي اللي هو دون ودار محضر ديال جميع مراحل ديال هاد هاد المشكل اللي وقع. فإذا به قلت الإخوان معنا من القاعة يلا نمشيو للمكتب ديالنا، هو قريب حدا القاعه، حنا دائما في التماره. مشينا للمكتب ديال الجمعيه، درنا جمع عام كان نصاب قانوني، فاذا به درنا خرج مكتب اللي هو قانوني. حنا كنسالوا علاش هذا الباشا ديال هروره اتصل بالباشا ديال التماره باش منع يعطونا القاعه، علاش هذا المتابعه بالضبط؟ ما عرفناش علاش. تفاجئنا بانه خلق لجنه تحضيريه باش يدير جمع عام اخر ويكونوا مكتب اخر مضاد للمكتب ديالنا، مع العلم ان الرئيس القانون الاساسي للجمعيه عنده عضويه دائمه الا ان يتوفى او يستقل. هذه من جهه. حنا دابا من هذا المنبر هذا كنشوفوا هذا الخلل اللي وقع في السلطه المحليه، وكنعرفوا بان هرهوره كاين مشاريع اللي موقفه 30 عام 20 عام ما تسلمش المنخرطين ديالها، والضحيه شكون؟ هما الناس اللي كيديروا شقاق داخل الجمعيه وكيكونوا يخرجوا جوج مكاتب ثلاثه المكاتب، وهنا كتوقف الحركه وكتقوم مشاريع محبوسه 30 20 عام. حنا بغينا نتجاوزوا هذا المشكل هذا، ما بغيناش نطيحوا في هذه المشاكل اللي وقعت قديمه، بغينا المشروع يتكمل وبغينا الجمعيه تكمل المهام ديالها. وهذه اللجنه التحضيريه ماشي قانونيه، هي مشكل وسيله لتشويش على الجمعيه وتوقف المشروع فقط. ومن هذا المنبر كنطلب من المسؤولين الكبار داخل وزاره الداخليه، السيد الوالي السيد العامي ديال تماره، باش يدخلوا باش يوقفوا هذا النزيف. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.